المباركة. وأما مخموم القلب فعلا إن هذه حتى أشكلت على الصحابة وهم أهل لغة وأهل معاني فصيحة وأهل كلام وأهل فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء من حديث رواه عبد الله بن عمرو في عند ابن ماجه وصححه الإمام الألباني، وهو مهم هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ هذه همم الصحابة، ما تجدهم إلا في الأول، من لي في مثل سيرك المدلل تمشي رويده وتجي في الأول، ما هم اللي يسألون يا رسول الله ما كذا ما كذا ما كذا. فقالوا: يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا قل فيه ولا بغي ولا إثم ولا حسد، لا إثم فيه ولا بغي ولا قلة ولا حسد. يعني هو القلب اللي سلم من هذه ستة الأمور، وهذه ستة تجد أنها مدمرة للقلوب. صحيح. وتجد أنها ضارة. نسأل الله أن نور قلوبنا وقلوب المسلمين. ففعلا المخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا قلة ولا حسد. التقوى هي نور القلوب، وهي نور في الدنيا والآخرة. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. التقوى يعني شوفوا التقي، حتى أنه في صحيح في الصحيح حديث أبو هريرة، الحديث الذي يجب أن يكون شعار لكل المسلمين، يعني أي بيت أي إنسان أي مجتمع يريد السلامة من النار، السلامة الصدر، سلامة الجسد من النار، من الحريق، من الضيق، عليه بالعمل بهذا التوجيه الرباني. تجد أن في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه. التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم صدري ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، هي سراج القلوب. حتى قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله، كلام جميل صراحة.